الناس كلها واخده بالها برضو يا كابتن انه احمد الشيخ راجع من فتره كورونا او فتره التوقف بدنيا اعلى، رجلك ثابته في الملعب اكتر. يعني ازاي كنت فتره كورونا دي بتتعامل؟ ازاي قدرت تحضر كويس قوي بعد فتره التوقف؟ انا عايز اقول لحضرتك، انا قبل اصلا ما اجي معاك النهارده، احنا واخدين اجازه النهارده من التمرين. انا جاي من النادي، يعني جاي من كنت بتمرن لوحدي، فده اللي فارق معايا. يعني الحمد لله رب العالمين، ده اللي فارق معايا بشكل كبير. ان فتره الكورونا كلها طبعا ما فيش، يعني كلنا قاعدين في البيت، لكن كنت بشتغل على نفسي، بشتغل تمارين في البيت. اكيد طبعا مش هكون زي التمارين في الملعب، لكن الحمد لله. يعني لما رجعت كان في ان انا يعني عملت، الحمد لله عملت فورمه كويسه، ان انا مظبط اكلي ومظبط نومي ومظبط، يعني عامل سيستم لنفسي كده. الحمد لله فرق معايا، ومركز بقى في تمريني اكتر. وزي ما قلت لك ان انا مفيش اي اجازه باخدها، يعني كل الاسبوع تقريبا الشهر كله انا بتمرنه، حتى لو الجهاز الفني يعني ادانا اجازه، لا ما بريحش وبشتغل على نفسي، لان هو ده الطموح اللي عندي، وهو ده الهدف اللي عندي، لان انا ما عنديش حاجه تانية غير ان انا اشتغل على نفسي.